السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات، عدنا والعودة أحمد يا جماعة. أسعد الله وقاتكم بكل خير والسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة، وشكرا جزيل الشكر إخواني أخوات داخل وطن حبيب خارج الوطن حبيب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى على أفضل الصلاة والسلام. من مدينة مكناس، من العاصمة الإسماعيلية المملكة المغربية، مدينة الملوك. تشاهدون إخواني أخوات على اليمين على الشمال أشجار الكاليبتوس، وتكلمنا على عدة منافع أشجار الكاليبتوس، أوراق أشجار الكاليبتوس، وتكلمنا على الموضوع وسنعيد الكلام على الموضوع. أوراق الكاليبتوس إخواني أخوات لها عدة منافع، خذ أوراق وأعملهم في الماء ساخن واتركه لساعات، ثم أصفي ذاك الماء وأعمله في قنينة واتركه في الثلاجة، وكل مرة أشرب من ذاك الماء. أو خذ أوراق الكاليبتوس واشعل فيهم النار، تشم رائحة جميلة في البيت، خاصة في المطبخ تحدث لك روائح أكلات في المطبخ. أضف إلى معلوماتك أخي الكريم أختي الكريمة. مدينة مكناس يا إخواني أخوات، الحمد لله والشكر لله، الجو جميل جدا بعد تساقطات الغيط. الحمد لله على تساقطات الغيط يا إخواني أخوات. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وعبادك الميت، ولا تجعل لك القوم القانطين. أوكي. إن شاء الله يا إخواني يا أخوات، إن شاء الله تساقط الثلوج أيضا في الجبال وفي القمم، أيضا في سويسرا الصغيرة، أيضا في مدينة الغالية ولاية الحبيبة تشتاق إلى الثلوج، وجبل العياش أيضا يشتاق إلى الثلوج، ونحن نشتاق إلى الثلوج يا إخواني يا أخوات، لأن العيون جفت. إذا إخواني أخوات، مرت سنة 2023 وأخذت معها كل الأحزان والأفراح والمسرات، وتركت لنا ذكريات، فما تكون ذكريات سلبية أو ذكريات إيجابية. ونتمنى أن تكون سنة جديدة، سنة 2024 أجمل من كل السنوات. نتمنى أن تكون سنة السلم والسلام، سنة الخير والخيرات، سنة الاحترام، سنة الدعاء، سنة التسامح، سنة الاعتذار، وسنة بمحتوى آخر. نتمنى أن نشاهد محتوى آخر في هذه السنة الجديدة، في بيوتكم، في قنواتكم، في حفلاتكم، في منصاتكم إخواني أخوات داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente vie, plein de santé, plein d'amour, plein de surprises. Et thank you very much, thank you so much. Welcome, my friend, sister, ma famille. Vamos, que vamos. Hola, bon dia, bon note, amigos. Gracias. Et todos bien. Gracias, todos bien. كل شيء بخير الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله ونعم بالله والتوكل على الله. وجولتنا إخواني أخوات تستمر مدينة مكناس، كما تشاهدون إخواني أخوات مدينة الملوك. مكناس is very nice. Welcome my friend. Morocco is very nice. Morocco. إذن إخواني أخوات، وصلنا إلى ركوان أروامزيل، أو ما يقول نافورة أروامزيل يا إخواني أخوات. على اليمين إلى حمرية، ثم على الشمال إلى القديم، وإحنا سنأخذ الطريق المحطة الطرقية تضروة. ثم إخواني أخوات، هنا سنتكلم قليلا وسنسمع كثيرا للأغنية تكلمها النسيت الماضي.
هل نسيت الماضي؟ وهل نسيت الماضي؟ إذا سنغير أغنية وسنذهب إلى التسامح أولا، ثم سنأخذ أيضا موسيقى أخرى. إذا التسامح والاعتذار سمات الرجال، والرجولة تشترى ولا تباع، والأصل يبقى أصلا مهما كانت الأحوال في كل مكان وفي كل زمان. على اليمين كما تشاهدون يا إخوان يا أخوات، ألعاب ملعب القرب للأطفال بتلال يا إخوان يا أخوات. أمامكم الطوبيس سيتي بوس ترانسبور جروب، أوبيري بار سيتي بوس ترانسبور جروب، شركة يا إخوان يا أخوات نقل المستخدمين. إذن قلنا لكم تشاهدون الناس يعملون الرياضة يا إخوان يا أخوات. أيضا تشاهدون أمامكم ملعب القرب للأطفال. على اليمين هناك دخول إلى سيدي بابا، ونحن سنشق الطريق أيضا إلى محطة الطرقيات، ثم إن شاء الله ستشاهدون أيضا الجديد ثم الجديد. We'll be right back.
لذلك يبقى على الشمال يا إخوان يا أخوات المحطة الطرقية، يبقى على الشمال المحطة الطرقية، وإحنا سنشق الطريق الرباط إخواني أخوات طريق العاصمة المملكة المغربية، سنشق هذا الطريق إن شاء الله، ومعكم دائما لغيان المسامحة والتسامح، المسامح كريم إخواني أخوات، تصالحوا تسامحوا، الدنيا لا تدوم يا إخواني أخوات، الدنيا لا تدوم، اليوم هنا وغدا هنالك، خلقنا من طين إلى فوق الأرض ثم العودة إلى تحت الأرض. إذن إخواني أخوات التسامح والاعتذار في بداية السنة، ونتمنى أن تكون سنة جديدة وسنة يا إخواني أخوات سنة التسامح والاعتذار، سنة المحبة ليس سنة الكوداكسنت، ليس سنة الكوداكسنت يا إخوان الذي خرج على الأمة الكوداكسنت الدولار الأصفر، درام درام يا إخوان يا أخوات كما يقولوا أهل خوا خوا، درام درام عملها الدرام يا إخوان يا أخوات كما يقولون أهل الناس خوا خوا، أو الجنين كما يقول أهل أمة الدنيا أو الفلوس. إذن لا تغركم يا إخوان يا أخوات، لأن فقط وسيلة للعيش، والذي خلقنا هو الذي يرزقنا، والأعمار والأرزاق بيد الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. تقوا الله تقوا الله يا إخواني يا أخوات، تقوا الله في خوتكم يا إخواني يا أخوات، تقوا الله في شباب خواتكم يا إخواني يا أخوات، كفى من تلك المواضيع، كفى ثم كفى. سنخوض الطريق السيار يا إخواني يا أخوات، دخلنا إلى الطريق السيار، وهنا ستشاهدون أيضا جامعة الحقوق على الطريق تلال يا إخواني يا أخوات، أنتم تشاهدون يا إخوان تلال يا تلال. إذن إخواني أخوات يا الناس، ما تخاف اللي خلقها وتبغي فقط الدرام درام درام يا إخوان، دع على الدرام درام، ما شاء الله أنتم تشاهدون إخواني أخوات أمام جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية واقتصاد. إذن شاهد يا إخواني أخوات، الحمد لله والشكر لله أمام الكلية، الحمد لله كل شيء جديد طاد الصبيان. شاهد من تتكلم عن المغرب ولم تعرف المغرب، فالمغرب بلد الخير والخيرات، شاهد المغرب تتكلم على المغرب، المغرب بلد الخير والخيرات، أمة اقرأ وتقرأ، أهل العلم والمعرفة، أهل الرياضيات، لماتيماتيسيات وسلي مغوكان، قهوة الطريق يا إخواني يا أخوات كما تشاهدون، قهوة الطريق مشروع جديد يستغله الشباب، والحمد لله مشروع ناجح 100%، القهوة المتنقلة، المقهى المتنقلة تجدها في الطريق. إذا الحمد لله والشكر لله، إصلاح الطرق إخواني أخوات، وما تشاهدون مكناس دائما من الجديد إلى التجديد. نعتذر يا إخوان يا أخوات، الأشغال يا إخوان يا أخوات، مدينة مكناس إن شاء الله سترجع مدينة أخرى إن شاء الله، شكرا للمسؤولين على هذه البلاد، شكرا لمن يحب الخير، كما تكلمنا الأخوان يا أخوات أمس خطبة الجمعة، تكلمنا على 11 يناير،
كانت خطبة الجمعة يا إخوان يا أخوات 11 يناير بيان وثيقة الاستقلال سنة 1944، وتكلم الأستاذ على حب الوطن يا إخوان يا أخوات. والحمد لله حتى القناة المواطن عاشوا فيها كلمات المواطن. إذن كلمات المواطن سنزيد منها المواطنة، حب الوطن الوطن. إذن نحب وطننا ونموت على بلادي ونحب العالم كله ونتمنى الخير للجميع كله بدون استثناء، ولا نكره أحدا ولا نبغض أحدا ولا نريد شيئا من أحدا، لكن سنعمل كل إنسان في مكانه. هذا هو القرار الجديد اتخذها المواطن في هذا السنة الجديدة إن شاء الله، تغيير برامج وتغيير أيضا تواصل، وكل واحد سيأخذ مكانته بعد أن مرت سنوات وسنتين وعرفناكم من بعيد ثم عرفناكم ثم ستعرفون من قريب. والحمد لله نحبكم جميعا بدون استثناء، لكن بعض الأشخاص لا يستحقون ذاك، إذا نتركهم في جانب على الهامش أي في الثلاجة، أما يسمى بالتجاهل وعمل التجاهل فإنه ضربة قاسية. واصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتل، اصبر على حبر الحسود فإن صبرك قاتل. ضربة قاسية يا إخواني يا أخوات، بالبرودة، دون شتم، دون قذف، دون الدخول في الأعراض. هناك وسيلة جميلة جدا وطريقة فنية هي التجاهل، وضرب أخاك وعطيه اتركه في جانب، اتركه ثم تمر عليه سنوات وسنوات، هذه كافية ضربة قاسية. لأننا لا نكره أحدا، لا نبغض أحدا، لا ننتقد أحدا، نحب الجميع، نتمنى خير الجميع، لكن قرارات جديدة اتخذها عسو في هذه السنة الجديدة، والتسامح والاعتذار، التسامح والاعتذار. إذن تدروا طريق السيار وإحنا سنخوض الطريق عادي يا إخوان يا أخوات. إذن سنذهب إن شاء الله إلى زيارة وصلة الرحيم ووصول الأمانة وشراء بعد ما سألتهمنا هذا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله سنأتيكم بالجديد ثم الجديد. اليمين يا إخوان يا أخوات الشعير والقمح، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلادك الميت، ولا تجعلنا من القوم القانطين. أشجار الزيتون على الشمال والقمح والشعير على اليمين يا إخوان يا أخوات، تغير اللون يا إخوان يا أخوات مع هذا التساقطات الغيث. نقول كلمات الغيث يفضل من كلمات المطر، لأن يعني إخواني أخوات إذا رجعت لمفهوم كلمة المطر، إذن من الأفضل أن نقول الغيث. اللهم اسق عبادك واسق بهيمتك وانشر رحمتك واحي بلادك الميت، ولا تجعلنا من القوم القانطين. قولوا آمين يا إخواني يا أخوات، دعواتكم مستجابة يا إخواني يا أخوات. وكثروا الصلاة على الحبيب المصطفى يا إخواني يا أخوات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى أفضل الصلاة والسلام. أنتم تشاهدون على اليمين مكناس على
تلال تضروا الرباط واش ناخذ طريق جري يا اخوان يا خوات سناخذ طريق جري الذهاب الى السوق يا اخوان يا خوات في منطقة معروفة يسمى بسوق السبت او سوق جحجوح يوم السبت اخوان يا خوات رأس جري وألماس إخواني أخوات وهنا ستجد أيضا مناطق تستحق الزيارة مناطق جميلة جدا وأنتم تشاهدون الفلاحة إخواني أخوات ما شاء الله بعد قليل إن شاء الله سنصل يا إخواني يا أخوات إلى عين السلام سنصل إلى عين السلام يا إخواني يا أخوات دخولنا في هذا الغار من فوق هي طريق سيار إذن إخواني أخوات الناس طيبين الناس العزاز شكرا لكم على اليمين على الشمال اليمين العرعار العار ما يخلي عار العار ما يخلي عار وعلى الشمال أشجار الزيتون أشجار الزيتون رغم أن هذه السنة وصلت لتر الواحد إلى 100 درهم أمر صعب على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة أن تشتري لتر واحد ب100 درهم أمر صعب يا إخواني يا أخوات وأيضا دخول السنة الجديدة هناك ارتفاع بعض المواد يا إخواني يا أخوات شاهدنا أيضا دخول السنة الجديدة هناك ارتفاع لعدة مواد لكن يا إخواني يا أخوات هذه هي الحياة علينا بالصبر يا إخواني يا أخوات إن شاء الله الخير للجميع إن شاء الله الصبر
أيتولى على اليمين يا إخوان يا خوات، وعلى على اليمين أيتولى على الشمال أيتعزم. وهنا يا إخوان يا خوات أريد أن أتكلم قليلا على نقطة سوداء، حذاري ثم حذاري يا إخوان يا خوات، كل من يريد أن يذهب إلى زيارة هذه الأسواق التي توجد فيها الطريق مثل جحجوح أغوراي وأيضا جيري، ثم من يريد الوصول إلى عين السلام يأخذ، لأن عين السلام يا إخوان يا خوات كانت عين ساخنة يخرج الماء من باطن الأرض ساخن بالكبريت، لكن الحمد لله حاليا وزعت إلى متنزه، أيضا حمام ثم أيضا مقهى سيهدنا بعد قليل، لكن سأعود لأتكلم على هذه النقطة السوداء يا إخوان يا خوات. حداي ثم حداي لكل من زار المنطقة لأول مرتين، كلها منعرجات يا إخوان يا خوات، ودائما احترم تحترم، احترم قانون السير تحترم. إذن إخواني أخوات حذاري من كل من لم يزور المنطقة لأول مرة، أقول لك أخي الكريم أختي الكريمة أخي السائق أختي السائقة، حذاري من هذه النقطة السوداء، حذاري ثم حذاري، وإن شاء الله الخير للجميع، وشكرا لكم إخواني أخوات داخل الوطن الحبيب خارج الوطن الحبيب. إذن سنعمل جولة في عين السلام ثم سنعود أيضا نأخذ طريقنا إن شاء الله. أنتم إخواني يا خوات أريد أن نصحح عنوان قرأته في فيديو، ليس عين إسلام كما كتب أحد المتتبعين الذي زار المنطقة، أقول لك صحح لك العنوان، هي عين السلام ليس عين إسلام كما كتبتها في عنوان. فنحن أهل مكناس ونريد المتتبع الكل من يريد أن يزور أو يبحث عبر شاشة صغيرة واترك له عنوانا صحيحا في ذاك العنوان الذي قمت به، أتمنى أن أصلك رسالتي. شاهد شوف فيديو وراء الشاشة ولكن عنوانك غير صحيح. إذا عين السلام يا إخواني يا خوات، ونحن سنعمل جولة معكم في هذا المتنزه الجميل الذي يحبه الجميع ويزوره الجميع، لأن فيه مقهى وأيضا فندق وأيضا مسبح ثم حمام يا إخوان يا خوات للرجال وللنساء. وجولتنا ستستمر معكم، شكرا للحارسة على الباركين. أنتم يا إخوان يا خوات ربما سأبحث على منطقة شاهدنا في لم أجد ذلك، إذن نعمل معكم تلك الجولة الشرفية تجدون منطقة إخواني أخوات. من وصل إلى مدينة مكناس ويريد أن يأخذ حماما في الطبيعة مع الأولاد ثم أكلات وشرات عليه بعين السلام في طريق جري من مدينة مكناس. نأتيكم بهذه الجولة الجميلة، ونتمنى لكم إخواني أخوات داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب زيارة المنطقة. شكرا لك وشكرا لك على هذا العمل الجبار تأخذنا في أختي الكريمة. إذن أيضا هنا سنعمل جولة في هذا الشاهدون المسبح، أيضا جولة هناك المسبح بالماء ساخن يخرج من باطن الأرض الكبريت وفوسفور. هذا هو أمامكم إخواني يا خوات كما تشاهدون المسبح، ونقول لكم شكرا جزيلا الشكر إخواني أخوات كل من ساهم وساعد في هذا المنظر الجميل، شكرا لمن زار
المنطقة. شكرا لمن دائما يحب بلدنا، بلد السن والسلام، بلد الخير والخيرات، تحت شعار واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويبقى الشعار الدولة المملكة المغربية المقدس، الله الوطن الملك ديو باتري أروا. إذن إخواني أخوات، هنا ستنتهي الجولة، وهنا سنأخذ فيديو آخر إن شاء الله. أقول لكم مع السلامة إخواني أخوات، وشكرا جزيلا الشكر.